كنشوف بان المراه دائما خاصها انها تلبس اللباس اللي هي تكون مرتاحه فيه. انا شخصيا ما كنتبعش 100% الموضه، بعض الاحيان كتكون شي موضه اللي هي ما كتوامش مع الجسم ديالي او مع الاطاله ديالي او حتى مع ارتياحي ما بيني وبين الثوب، فانا كنفضل على انني ما نلبسوش. لبسي اللي يريحك فقط.